ما تفتحش عشان الجردل، لو فتحت هخليهم يدلوا عليك. يلا فتح عينك. قرد جابين لي قرد. ارنب ارنب. انا شكلي مضحك لما اكون في دي. لا ده جميل. طب ما انا اهو يعني انا شكلي مضحك لما اكون في دي. طب وايه ده اللي انا لابسه ده؟ ما انا هقول لك بقى اللي انت لابسه ده عشان احنا دلوقتي هنقعد نهزر مع بعض. هنص دول يعني؟ ايوه. وهنعمل دول. اه ودول. وهنعمل دول. ودول ودول. وكل. وكل دول. على كل لون. ودول ودول. صح؟ اه. ارفعها لفوق كده عشان تتنفخ منك بسرعه. جامد. انت هتكسب والآيلة ودي اتمنت خالص. شفتي بقى انا الكسبان اهو. فقعت الفرقعه دي. انا فرقعتها ازاي؟ انا شفت الدبوس. شفت الايه؟ شفت الدبوس. فين ده؟ فين الدبوس يا ابني؟ طيب مش هعديها لك المره دي. يبقى انت كده ايه؟ ايه؟ خسر. ايه؟ ايوه. انا ايوه. بالونتي فرقعت. ولما بالونتي فرقعت من قوتها فرقعت بالونتك. بالونتي فرقعت بالونتك. لا فرقعت بالونتي هي اللي فرقعت بالونتك. لا يلا استعد ده. وايه المانيكير الحلو ده؟ سي بجد. ايش في؟ انا اللي قلت لها الالوان علشان لايقه. يلا خليكي زي ما انت عايز. دي كنافه. هنعملها كنافه. دي كنافه. اه هنعملها. انا بعشق الكنافه اللي ماما بتعملها بالذات. انا مش بحب الكنافه اللي ماما كانت بتجيب. الكنافه كانت مش بتعمل عمرها ما عملتها في البيت. وانا كنت باخد شعرايه مثلا. شعرايه واحده بس. واحده بس كده كنافه. بس لما ماما بدات تعملها اللي هي بتعمله بيكون طعمه جميل جدا. اه وايه تاني؟ كل يوم بخليها لما يكون فيها عايزه كنافه. عايزه كنافه. حلوة؟ ما انا قلت لك مش بحبها. ايه ده الطبق ده؟ كفتة ده ولا ايه ده؟ لا ده ممبار. ممبار؟ انت بتحبه؟ اوه. ها؟ اوه. بتحبه قوي؟ وصل؟ وصل؟ في حاجة بتحرق بس اسمح بالأكل. نعم. أيوة بس. حلو. رد عليا. حلو. حلو قوي. خلاص انت كده كسبت. على فكرة حريت حريت خالص. ايه اللي حرك؟ حزوري بحر. بحر؟ ليه؟ بحر بحر. مين؟ أنا مش قادر. أنا كوميدي صح؟ إيه؟ أنا كوميدي صح؟ أنت الخليل. مش أنا الخليل الكوميدي؟ أيوة أنت الجيل الجديد. اتفضلوا. شكرا. أهلا أهلا يا اختي على الموز اللي داخل عليا. ايه الحاجات اللي تفوج بتعكس بابي؟ أهلاً. يا كوكي تعالي. اهلا. اهدى اهدى. لا لا هنا هنا خليك انت هنا عشان اشوف. ماشي تعالي يا كوكي. اختي على الحلاوه. يا جتول يا جتول. اهدى. ايه يا كنزي ده؟ ده بابا؟ اه. ولا اخوكي؟ لا بابا. ده بابا حلو قوي. اكتر مطرب بتحبه؟ مطرب بحبه؟ اه الفنان علي حميده. علي حميده. عشان تعرفي بس حضرتك لما قلت لك حبيب ابراهيم. طب هو مش عارف علي حميد؟ عارفه حبيبتي. انا اللي مغششه له. ابنك اهو يا بنتي اهو. هو يعرفه منين؟ مامتك تقول حميد الشاعري. الولد حبه من ساعه لولاكي. نجم متذوق للفن. علي حميده. طب ايه اكتر كرتون بتحبيه؟ توم وجيري. يا
يا خساره، ماما قالت بابا باين. ايه بابا باين ده يا ماما؟ انا عارفه بابا بيك. انا مش بحبه اصلا يا ماما. انت جايبه ان معظم الحاجات غلط. معلش معلش معلش، ايه اكتر اكله بتحبيها؟ الفاصوليا. يا خساره. ياسين قال الكوسه، الاجابه غلط. انا كنت فاكر ان انا بحب الكوسه يعني. مين اكتر صاحب قريب لادم؟ ياسين احمد بدوي. يا اختي مامي احمد ياسر. اوكي. طب قولي لي اكتر لون ادم مش بيحبه؟ الاسود. يا اختي بينك. وعشان كده انا قررت ان انا اغير لك مامتك دي خالص. موافقه؟ لا انا بحبها، انا بحب ماما كده خلاص. بحب دينا يعني، بحبها كده عشان. طب بصي خلاص انا مش هغيرها لك ما دام انت بتحبيها. أوه. انا بس هجيب لها طقم جديد. ماشي ماشي. عايزه لونه ابيض ودانه طويله وشعره قصير. ارنب ولا ده؟ ايه ده؟ ده باباك. ايه ده؟ ايه؟ اقعد. بس انا عاوز اغيره. تغيره ايه؟ اقعد. بس لا انا عاوز بس يعني انسان، يعني انسان. الاولاني خالص؟ طب اوصف لي شكله كان عامل ازاي؟ كان شكله بني. يا نهار ابيض. كنزي حبيبتي، ايه رايك فيا بقى؟ شفتي ماما اتغيرت ازاي؟ لا ادخلي تاني. لا مش هدخل تاني، وانت هتيجي معايا البيت انا مش هتروحي مع ماما تاني. لا. ايه رايك؟ لا معلش، هي دست غلط، ما كانتش عارفه انها هتلبس. مدام هبه جت، ايه رايك في شكلي الجديد؟ حلو. عجبتك؟ اه. انت حبيب. كمان يعني كده احلى من الاول. اه بجد. لا الاول الشكل كده وحش، الاول كان حلو. ما انت كنت لسه قايل ان هو حلو. لا يعني غمضي عينك وقولي بقى يا رب 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 يا رب. فتحي كده. هاي ماما جاي. تعرف انا استنى بس احسن ايه؟ ردي. ماشي. ده بابايا بقى وانا اسفه لازم ارد عليه يا اما هيبهدلني. ماشي؟ ردي عليه. بس اقعد ساكت بس عشان ما يعرفش ان انا معايا شباب. ماشي؟ الو. الو. ايوه يا بابا. ايوه. ازيك؟ انا قاعده مع واحده صاحبتي. صاحبتك مين دي؟ دي هند. هند؟ شكلها ايه هند دي؟ هي قصيرة كده يا بابا اللي انت شفتها قبل كده، قصيرة كده ولابسة اخضر وتخينة وعندها قصة. طب ده انا اكلمها عشان اتأكد ان انت قاعدة مع بنت. طب ثانية واحدة يا بابا. بص خدي كلمي بابا يا هند. ماشي. الو. ازيك يا عم؟ ازيك يا بنتي يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. خدي بالك من شوشو. ها ماشي. بص قول له معكش 100 جنيه يا عمو عشان نجيب بزياطير. قول له معكش جنيه يا عمو عشان نجيب بزياطير، عشان عندنا كتب كتير. ايه ده؟ حاضر يا بنتي ابعتها لك مع شوشو. هو انت فتحت الفيديو كول ده؟ بابا طلع شايفك. بابا طلع شايفك. مين ده؟ مين ده؟ انتوا بتضحكوا عليا؟ بابا طلع شايفك من الموبايل. اقفل الكاميرا في وشه. قول له سلام يا عمو. سلام يا عمو. اجري بقى احسن، بابا هيجي هيجي هيجي. مفيش يا بابا حد هنا غير عندي، مفيش. انت عايزك تسكت، مش عايز اسمعك تاني. تعالى اقول لك بس على حاجه. لا مش هجيلك. تعالى بس انا ده انت مش عايز تفصل مش هجيلك. يا استاذ شيء خلاص بقى، انا هنادي على استاذ شيء بقى يشوف لي حل. خلاص يا استاذ شوشو. ايوه حبيبي. تعالى حقيقي كمان دفي سجاير تحت بعض. خلاني اصدع. خلاك ايه؟ اصدع. الواد ده كان عايز يخطفني. لا الواد ده كان عايز يخطفني اقسم بالله. لا لا مسك
تحكيلي. اقسم بالله لا. اخرس، مش عايز اسمع اكتر من كده خلاص. اقسم بالله لا، مش هقدر اتخيل اللي حصل. اقسم بالله لا. ليه كده يا انا عمري ما عملت كده. اسكت اسكت انت يا ارنوب دلوقتي خالص. اخرس ما تقولش كده خالص. انا قعدت اقول لها الحرام سيبيني، انا عايز اقعد هنا اعيش هنا. ازاي تعمل كده؟ حد يكذب كده؟ يعني انت يعني اللي عملتي فيه كده ولا ايه بقى؟ اهو هو قال لي جد. يعني كذاب؟ بس انت فعلا كنت عايزه تهربيني وجيتي عليا وكنت هتفتحي لي الصندوق وانا كنت هنط واجري. انت اللي قلت لي مش انا. انا كنت قاعده. عارف انا هعمل فيه ايه؟ ايه اقول لك؟ همسكه من ودانه كده واحطه في الملوخيه واعمل ملوخيه بالارانب واكله مع الرز وبتنجان مخلل مع رغيفين عيش محمصين والطشه بتاعه الملوخيه كده. هتاكل بقى؟ لا والنبي بلاش الملوخيه. لا اما تلقك يا كلب. تاكل معايا؟ لا انا مش جعانه على فكره. مش عايز تاكله على الملوخيه؟ انا مش جعانه على فكره، انا اكلت من قبل. هاكلك حته صغيره منه. لا لا شكرا. لا عشان يتعلم الادب. لو سمحت بس، لو سمحت، لو سمحت. انا لو سمحت ايه؟ انا مش عاوز، بس انا اكلت، انا مش هقدر اكل ولا اي لقمه. انا اكلت من قبل. اكلت ايه؟ فراخ مسويه.